السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنرى مثال كيف يمكن أن نقرأ محتوى الـ URL باستعمال OpenStream، كيف نقرأ المعلومات الموجودة في الـ URL باستعمال Class OpenStream. إذن هنا احتجت إلى الـ Package java.net. نحتاج إلى Package java.io الذي سيحتوي على الـ Classes الـ Buffer Reader والـ Input Stream Reader. هذه التو كلاسز هنستعملها للقراءه من URL. اذا عرفت URL سميت الاوبجكت جوجل يساوي نيو URL www.google.com، استعملت Buffer Reader in يساوي نيو Buffer Reader بين قوسين وضعت نيو Input Stream Reader وبين قوسين الاوبجكت جوجل اللي هو معرف هنا URL .openStream. إذا هذا الأوبجكت اللي أنشأته بهذه الطريقة هيمكنني من القراءة من الـ URL جوجل. ثم عرفت متغير input line إذا نوعه string، وقلت أن طالما استطعت أن أقرأ إذا input line يساوي in dot read line، هذا in dot read line يمكن من قراءة سطر وتخزينه داخل المتغير input line. لو كانت نتيجة هذه القراءة مختلفة عن النال، يعني استطعت أن أقرأ السطر، أقوم باتباع هذا السطر، اتباع قيمة inline input line. ثم قبل أن أنهي البرنامج أقوم ب close للأوبجكت in. طبعا هذا الكود يمكن أن يرصد exception، لذلك وضعت هنا throws exception. أقوم بتنفيذ الكود اللي رأيناه قبل قليل، سنرى على ماذا نتحصل. إذن execute، النتيجة ستظهر في الكونسول. إذن نتحصل على هذه النتيجة، وهذا الكود هو في الحقيقة محتوى الindex.html. يمكن أن نتأكد من هذا، نروح للجوجل، نفتح الصفحة Ctrl Shift I، هيعطينا الشيء التالي. إذا محتوى الصفحة اللي موجودة على اليسار هو هذا الكود. إذا نلاحظ أن هذا الكود هو الكود، نفس الكود اللي وقع طباعته هنا، item type scheme.org إلى غير ذلك. يبدأ ب doc type html، هنا نلاحظ أن فيه doc type html إلى غير ذلك.